مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بجلسه جديده طبعا من هذا الويبينار اللي راح نتكلم عليه على العملات الرقميه المشفره او الكريبتوز. احب بس اتاكد منكم اذا الصوت والصوره واضحين قبل ما ابتدي بهذه المحاضره. جوزيف ظهريه معكم، محلل تقني ومدرب معتمد في شركه تكمل. اليوم راح نكون عم نحكي شوي صغير على العملات الرقميه المشفره. في كثير اذا بدكم طبعا افكار، في كثير استراتيجيه تداول، في كثير نظريات لطبعا هذه البرودكتس اللي خلقت بشكل سريع، وكنا شفنا هيك بعض التحركات او التقلبات جدا ضخمه اللي اغرت كثير من المستثمرين والمتداولين انه يلتجوا لها بيوم من الايام. فطبعا حابب اليوم احكي انا وياكم وافكر على صوت عالي شو ابرز استراتيجيات التداول. هل يا ترى العملات الرقميه المشفره فينا نتعامل معهم كاي زوج او مثل الازواج اللي نحن بنشتغل فيها بسوق الفوركس او بالكابيتال ماركتس، يعني مثل اليورو دولار او مثل سعر اونصه الذهب؟ ممكن حجم التداول اللي موجود بالعملات الرقميه المشفره تكون نفس حجم التداول او حتى لبل اكثر ممكن يصير بالايام المقبله، كرمال نقدر نشوف اشارات جديه من الرسوم البيانيه؟ انا قادر اتكل على الرسوم البيانيه كتحاليل تقنيه غير التحاليل الاساسيه والاخبار والبيانات اللي بتصدر، او اي خبر طبعا بيصدر ناتج عن من ايلون ماسك على سبيل المثال، أو من أشخاص معينة اللي بتأثر على تحركات هذه العملات الرقمية المشفرة. لو سمحتوا، لكن بالبداية أحب بس أتأكد إذا الصوت والصورة واضحين. أوكي، نورتوا الجلسة، أهلا وسهلا فيكم جميعا. أوكي، لكن عم بقولوا لي واضح. أوكي ممتاز، رح نكفي لكن هذه الجلسة. بدايه بدي احكي شوي صغيره عن البيتكوين اللي هي ماذر اوف اول كوينز. كلنا بنعرف انه البيتكوين بسبب ارتفاعها الهائل وبسبب ارتفاعها الاندفاعي ووصولها الى مناطق جدا مغريه، وكنا سمعنا كثير اخبار ان كان حلوه ولا بشعه من اشخاص اصبحوا مليونيريه بسبب البيتكوين، وبسبب طبعا شرائهم للبيتكوين وطبعا من دون اي سبب، او ممكن كان عندهم نظره معينه بالمستقبل، وطبعا في اشخاص اشتروها فقط لانه عم بيسمعوا بترند شغال وكسبوا هذه الفلوس. لا، نحن شو لازم نتصرف بالوقت الحالي؟ هل يا ترى طبعا الارقام اولا مناسبه للشراء، او ممكن نرجع ننتظر اماكن محدده؟ في البدايه حابب بس اسال سؤال للاشخاص اللي داخلين طبعا بهذه الجلسه، في عنده نظريتين او طريقين حابين انه ياخذوها بالنسبه للعملات الرقميه المشفره. الشق الاول اللي هو عنده ثقه بالبلوك تشين اللي عم تحصل، عنده ثقه بالسبلاي تشين، عنده ثقه بمستقبل هذه العملات الرقميه المشفره، باخذ بعين الاعتبار انه هي المستقبل من ناحيه البيمنت سوليوشنز، من ناحيه الدفع، من ناحيه طبعا اذا انت بدك تحول مصاري، واير ترانسفيرز، ويذدرولز، سحوبات الى ما هنالك. طبعا هذا الموضوع ممكن لانه سهل وعم بيسهل الامور لكل العالم، وعم بيوصل اذا بدك العالم بطريقه معينه وثابتة خلينا نقول. فطبعا الثقة شبه ما موجودة بالنسبة لهذا التفكير أو بالنسبة لهذا المنطلق. فطبعا لازم أنت تفكر بالمستقبل، لازم تفكر long term على الأمد الطويل. للتداول على الأمد الطويل هون بدي أبتدي بفكرة معينة اللي هي بشركة تكمل. على سبيل المثال نزلنا بيتكوين وإيثيريوم ولايتكوين اللي هن ثلاث عملات رقمية مشفر، وطبعا في كتير، في عندك توكنز، في عندك كوينز، كتير أمور ممكن أنك أنت تستثمر فيها بعالم الكريبتو. ولكن السؤال الأبرز، إذا في حال أنت عم تشتغل على الأمد الطويل، يعني أنت وين ما تدخل شراء أنت ربحان؟ هذا هو السؤال الأهم اللي على طول أنا بسأله لكل شخص، بيقول لي جوزيف أنت شي مرة تداولت بالكريبتو كارنسيز؟ وليش بعدك مصر على التداول بالعملات الرئيسية مثل اليورو والباوند والذهب؟ ما زال عندك احتمال أو فرصة بأنك تدخل بكريبتو وطبعا تزدهر وترتفع؟ سؤالي كان لقالهم على طول، هل يا ترى إذا في حال تتوقع الارتفاع على طول، لوين ممكن يرتفع السوق؟ لوين ممكن يضل طالع؟ إلى أين أو كيف طريقة الارتفاع؟ هل يا ترى زخم الارتفاع رح يضل موجود بالكريبتو كارنسيز؟ هل يا ترى يعني أنا إذا في حال شايف نظريا على الأمد الطويل أنه أنا الكريبتو كارنسيز هن رح يكونوا شغالين بالمستقبل، مش برأيكم لازم يكونوا عم يتداولوا بمناطق مغرية للشراء تيكون الجميع قادر أو متناولة ليد الجميع، إن كان طبعا بالفلوس أو حتى بغير أمور؟ من ناحية الفلوس، لما يكون عندك أنت كريبتو أو بتوسع أنه هي المستقبل، أتوقع لازم تكون إذا بتكون يعني موجودة للجميع، لازم تكون أسعارها منطقية للجميع يقدر طبعا يدخل بشراء وبيع، وتانيا اللي هي ضمانة البلاتفورم أو المنصة.
وهون السؤال الأبرز والأهم، كنا سمعنا دونالد ترامب عم بيهاجم بعض الأوقات باينانس كمنصة تداول، وطبعا عم بيقول إنه عم بيصير في عنا كتير أمور من الموني لاندرينج وتبييض الأموال وهالأمور كلها. فطبعا هون أنا بجي بفكر على صوت عالي إنه هل يا ترى إذا حطيت فلوسي بباينانس ممكن يكونوا أمنين يوما ما إذا في حال بدي أسحب، أو إذا ربحت فلوس بالوقت الحالي؟ طبعا في عندي كثير اشخاص عم بسمعوا والله عم بيسحبوا، انا لازم اخذ هذا الريسك واتداول، او لازم اشوف لا شركه مرخصه؟ من هون ننطلق بفكره انك تختار البروكر تبعك، هذه شغله مهمه. بعرف بباينس انك انت بتشتريهم شبه فيزيكال، بتكمل نعم قادر تشتريهم شبه فيزيكال، اللي هي انت بالمبلغ اللي اودعته في شركه البورصه بدك تشتري كميه محدده، طبعا بنفس الكميه او بنفس بتوازي الكابيتال او راس المال اللي انت اودعته. اودعت $1000 بدك تشتري بقيمه $1000. رافع عمليه نعم موجود، رافع عمليه اللي هي 1/2 منا كتير كبيره، ولكن النقطه الابرز والاهم اللي هي التشارجز، لانه تكمل او اي بروكر اخر بيشتغل مع مزود سيوله، فطبعا بيدفع عنده تكلفه لبرا. هيدي التكلفه اللي هي التشارجز اللي هي ممكن انك انت تدفعها زياده، او تكون اذا بدك مختلفه شوي عن ابلكيشن باينانس او ابلكيشن ثاني مثل بانكيك سواب والامور كلها. بتقول لي والله هونيك انا ما بدفع تشارجز، بتكمل ممكن ادفع، ولكن انت عم تدفع رياحه البال، عم تدفع انت ضمانه البروكر اللي عم تتعامل معه. هون عم نحكي بمنطلق انك انت عم تشتغل على الامد الطويل وليس مضاربه وليس سكالبينج، وانما طبعا العملات الرقميه المشفره ومن وراء حجم التداول وتحركاتها اكتشفنا انه لا، في عندك تقلبات، في عندك اتجاه عام هابط ممكن ياخذ السوق. فطبعا مش بس انه السوق والله على طول صعود، مش يعني على طول باي ذا ديبس، يعني كل ما يتراجع لازم نفكر بالشراء، ممكن نحلله تقنيا واقدر افكر بالشراء. للاشخاص اللي عم بيشتغلوا على الامد الطويل، شو استراتيجيه التداول؟ هذا هو سؤالي يا جوزيف. انا دخلت على هيدي المحاضره بسبب انه بدي اعرف شو استراتيجيه التداول، وين بدي اتداول. للاشخاص اللي عم بيفكروا على الامد الطويل، بقدر اقول لهم بكل بساطه انه انت لما تيجي تعرض رسم بياني بيتكوين، ما راح اقول لك انا بدي احلله موجات اليوت واجي اقول لك انه هيدي التوب اوف ويف اي وبي وهيدي بيج ويف اي، وهل انا اتوقع هبوط لبيج ويف بي اللي هي ممكن بيج ويف بي تهبط بشكل ثلاثي اي بي سي. فطبعا هلا ممكن بالنسبه لي نتوقع، انا شخصيا كجوزيف اتوقع احتمال صعود للبيتكوين الى منطقه معينه ما قبل تكمله اتجاه الهابط، وبتوقع انه بعد عنده احتمال بالهبوط نعم، مش يعني انه خلص ثبتنا منطقه معينه، مع انه وصلنا على برايس اكشن جدا مهم، اللي هو طبعا برايس اكشن كان في عندي سابقا ضمن الارتفاع بديسمبر 2020 تراجع وتثبيت لهيدي المنطقه ما قبل انطلاقه جديده، اللي هي الانطلاقه نحن كثير منيح بنعرف انه هو مثلث مايل على صعود، وكنت تكلمت عليه بكثير جلسات سابقا انه والله عم نشهد ارتفاع خماسي بشكل مثلث صاعد. طب نحن كثير منيح بنعرف بسوق الفوركس انه مثلث صاعد هو اشاره انعكاسيه، هو رايزنج ويدج يعني احتمال بيع، تمام؟ فكتير منيح كنا بنعرف انه التداول بالقرب من منطقه ال $60,000 وال $70,000 للبيتكوين في عندي احتمال تراجع. نعم وصل الى منطقه مهمه، ولكن فينا نشهد نحن تراجع للبيتكوين بشكل خماسي بالوقت الحالي، اللي هي عباره عن 5 موجات اي بي سي مضاده، اللي هي ممكن تكون هون انهينا بيج ويف اي، اي بي سي ممكن تكون معقده، اي بي سي اللي هي دبليو ممكن نهبط اكس نرجع نرتفع واي ما قبل تكمله اتجاه الهابط للانتهاء من هون بيج بي وبيج سي. وين يعني ممكن توصل البيتكوين؟ ساعتها ممكن نفكر وين رح تنتهي الموجه بي، على ال 44000 على 47000 على 49000، بنرجع نستخدم فيبوناتشي اكسبانشن وبنرجع نشوف الهدف رح يكون، هل حيكون 25000 21000 18000 او طبعا شو هو الرقم. فلا يمكن تحديد اتجاه الموجه التصحيحيه بالوقت الحالي. اللي بقدر اقول لك اياه انا انك انت اذا عم تشتغل على المدى الطويل، يعني انت هون مغري شراء لك، الارقام مغريه للشراء، ان كان بالبيتكوين ان كان بالايثيريوم ان كان باللايت كوين ان كان باي عمله رقميه مشفره انت عندك ثقه فيها. ممكن تقول لي والله انا بدي فوت يا جوزيف بالاي دي اي كاردانو، لانه في عندي هاتش فند كبير في دبي استثمر بالاي دي اي كاردانو وعنده ثقه بهيدي العمله الرقميه المشفره. ممكن تيجي تقول لي انا بدي فوت بالريبل، لانه انا برنامج ريبل والبلوك تشين اللي هن عم بيتبعوه والبيمنت سولوشنز اللي عم بيتبعوها والله شايفها مناسبه وشايفها انه هي ممكن تكون المستقبل. فطبعا هدفك من العملات الرقميه المشفره انك انت تكون مليونير مثل الاخبار اللي سمعتها،
وهل يا ترى برأيك أنه هذا الموضوع أو التاريخ ممكن يعيد نفسه ويعطي هلأ فرصة جديدة للأشخاص كل اللي شاريين بموجة اندفاعية جديدة ويربح الكل؟ هذا سؤال، مجرد سؤال، أنا مش عم بستهزئ ولكن عم بسأل. برأيك أنت أنه البيتكوين أو غيرها من العملات الرقمية المشفرة اللي أصبحت بتفكير الجميع أنه الاتجاه لازم يكون فقط شراء، مثل الأسواق المحلية، الأسهم المحلية، بورصة قطر، بورصة السعودية، بورصة مصر، بورصة بيروت، هذه الأسواق المحلية ولا مرة نحن فكرنا أو كان بحق لنا ندخل بشيء اسمه شورت سيلينج. شورت سيلينج يعني أنك أنت تدخل بصفقات بيع، يعني كل ما يهبط السوق كل ما تربح، مثل ما بنشتغل باليورو وبالباوند وبالذهب. على طول التفكير والقناعة خلقت عنا مع العملات الرقمية المشفرة باتجاه واحد فقط اللي هو اتجاه الشراء. أنا اليوم جاي أغير لك نظرتك لهذا الموضوع وانتقل من هذه الاستراتيجية طويلة الأمد إلى مضاربة أو سكالبين. الاستراتيجية الطويلة الأمد أنا كتير بنصحك بأليجيتر اللي هو مؤشر التمساح، اللي هو يتضمن متوسطات متحركة بكبسة زر واحدة تضغط أوكي وبيمشي الأليجيتر عندك. الأليجيتر بدل وبيفرجيك كل ما يكون عندك المتوسطات المتحركة عم تتقلب مع بعض البعض، يعني أنت بمرحلة أفقية لا يجوز التداول فيها. عند اختراق خط المقاومة وإشارة إيجابية من الشموع اليابانية وتطلع بالمتوسط المتحرك الأخضر اللي هو طبعا الأسرع، ونحن بنسميه هيدا الاليجيتر ليبس أو شفايف التمساح، لأنه كل ما يكون في عندك تقلبات بالمتوسطات المتحركة يعني التمساح نايم، يعني لا اتجاه واضح وإنما اتجاه أفقي، تذبذب أفقي. لما الاليجيتر، إذا التمساح كان نعسان وجوعان كتير بده يأكل بده يفتح فمه، لما يفتح فمه أول شيء بده يفتح هو الشفايف، هو اللبس، بيفتح تمه، بيفتح اللبس، بيفتح الشفايف، بيرجع بيفتح إذا بدك التيث اللي هو سنانه، بيرجع بيفتح الجو اللي هو الحنك الفك. فإذا بتحط أنت الماوس على المتوسط المتحرك الأخضر بتشوف أنه alligator lips اسمه أو الشفايف اللي هو هوني اللون الأخضر اللي هو الأسرع اللي هو أول شيء بيبتدي بالصعود، ثانيا المتوسط المتحرك الأحمر اللي هو alligator teeth أو سنانه، وثالثا اللي هو المتوسط المتحرك الأزرق أي الفك أو الجو. فطبعا هذا الموضوع بيبتدي بترند. هون انت ممكن تجي تاخذ اذا على المدى الطويل عم تتداول اطار اسبوعي على سبيل المثال، وبتجي بتقلي والله يا جوزيف انا كل ما المتوسط المتحرك الاخضر يخترق صعودا انا بدي افكر بشراء البيتكوين، لما يرجع المتوسط المتحرك الاخضر يخترق الاحمر هبوطا انا ممكن اتوقع مرحله افقيه ما راح اتداول بالعملات الرقميه المشفره. اختراق بالاتجاه الصاعد من جديد، الاخضر اخترق الاحمر صعودا، الاحمر اخترق الازرق صعودا، يعني انا اتوقع الشراء تمام. ولكن هلأ بالوقت الحالي عم بتشوف أنه الأخضر هابط وهو جاي أو رح يقرب بلحظة من اللحظات ليخترق الخط الأحمر اللي هو بكل بساطة رح يعطيني مرحلة أفقية من جديد. فممكن يكون عندي سايكلز، سايكل A، سايكل B، سايكل C، انتهينا من بيج ويف A، هلأ السايكل B اللي هو سايكل B ممكن يرجع يدخل بمرحلة أفقية وتذبذب أفقي طويل الأمد. شو بيمنع أنه هلأ العملات الرقمية المشفرة تقعد هوني سوبر جراند سايكل؟ شو يعني سوبر جراند سايكل؟ لما نجي نتكلم على موجات إليوت ويفز سوبر جراند سايكل، لما نجي نتكلم على سوبر جراند سايكل بتفوت على ويكيبيديا على سبيل المثال بتلاحظ انه انت الويف او السايكل ممكن ياخد هون عندك البيريد اوف ييرز سايكل ويف او نيم اللي هو كيتشن سايكل اسمه اللي هو ممكن ياخد 3 ل 5 سنوات، جوجلر سايكل اللي هو فيكست انفستمنتس ممكن ياخد 7 ل 11 سنه، عندك الكازنت سوينج اللي هو ممكن ياخد 15 ل 25 ييرز، وعندك طبعا الكوندرا ترياف اللي هو 45 ل 60 سنه. طيب يعني انت بالنسبة لك لما دخلت البيتكوين من سنة تقريبا 2008-2009 ودخلت بمرحلة افقية لل 2017 اخذت 7-8 سنوات لابتدت الارتفاع الاول، رجعت من 2017 لل 2021 تقريبا 3 او 4 سنوات سايكل اخر لابتدت ارتفاع اخر. شو بيمنع انه هلأ ندخل بسايكل اخر؟ تندخل بسايكل اخر يعني ممكن يكون عندك فترة زمنية طويلة عكس المستثمر او ضد المستثمر، لانه عامل الوقت على طول. انت المستثمر هو على طول بتفكيره بدي استثمر هلأ لأجل أربح اليوم أو بكرة أو بعد بكرة. يا أخي مستعد أنطر شهر، بس أنطر سنة واثنين وثلاثة لا كتير صار علي.
فطبعا السايكل بدك تاخده بعين الاعتبار. لذلك انا هون عم بحاول اقنعك بطريقه مضاربه. طريقه مضاربه انسب لك من عده نواحي. طريقه مضاربه انسب لك من اولا من ناحيه البروكر، انت منك بحاجه انك انت تنام على الصفقه وانك انت تتداول مع بايننس او اي منصه اخرى ما عندك ثقه فيها، وانا ما عم تشتغل مع تكمل تير 1 ريجوليشن، شركه مرخصه، بس انا ما راح اعطى الهم للتشارجز او العموله اللي تكمل بتشرج علي اللي هي من مزود السيوله اصلا خلال اليوم او كل ما نام على صفقه خلال اليوم. فانا راح احاول انه ادخل بمضاربه. لما ادخل بمضاربه ممكن ادخل بموجات اليوت، ممكن ادخل بشموع يابانيه، ولكن الابرز والاهم لانه تحركات البيتكوين والعملات الرقميه المشفره سريعه، انا ممكن ادخل باوسييترز او بامور ممكن انه تكون سريعه. على سبيل المثال اذا بتقلي الار اس اي بقول لك والله يا صديقي الار اس اي بطيء بهذا الشيء وممكن ما يعكس بشكل واضح الاسعار وخصوصا على الكريبتو. ولكن اذا بندخل على سبيل المثال Relative Vigor Index أو RVI، ساعتها هم ممكن نقول لا الأمور سريعة. ساعتها أنا بصير بدي أتعلم الفيجور إندكس لأنه هذه أمور أو استراتيجية سريعة ممكن تعطيني تداولات سريعة. على سبيل المثال أنت بتستعمل على اليورو استراتيجية مختلفة تماما عن سعر برميل النفط، لأنه أنت بتعرف أنه والله النفط سريع وتحركاته وتقلباته سريعة، فأنت رح تستعمل استراتيجية مختلفة. بالنسبة للعملات الرقمية المشفرة نفس الموضوع، رح تستعمل أوسييترز مختلفين اللي هني سريعين مثل ستوكاستيك على سبيل المثال، مثل إذا في حال بدك تدخل متوسطات متحركة. عم بعطيك أبسط مثل مثل موفينج أفريج. نحن عادة بنشتغل بالسيمبل موفينج أفريج بالعملات الرئيسية، ولكن بالنسبة ل البرودكتس او الازواج او البيتكوين على سبيل المثال او عمليات رقميه مشفره لانه سريعه رح نستعمل اكسبوننشال موفينج افريج. يعني هيدي انت رح تعدلها، المتوسط المتحرك بدل سمبل رح تنقلها لاكسبوننشال. اكسبوننشال اللي هي رح تكون التضارب تبعها او الجمع تبعها اسرع. فلذلك انت ممكن هون تشوف اذا بدك المتوسط المتحرك الخمسين على سبيل المثال او المية هون له فعاليه اكثر من السمبل موفينج افريج. بتلاحظ انه المتوسط المتحرك 50 الاكسبوننشال هو عم بنقاط دعم للعملات الرقميه المشفره، تم اختراقها هون، هلا ممكن يصبح خط مقاومه. فنحن في انتظار من جديد اختراق السعر والشموع اليابانيه المتوسط المتحرك 50 الاكسبوننشال ما قبل شراء من جديد. يعني الان عندي فرصه استثمار بالبيتكوين؟ اكيد لا. اليوم او هلا لازم اشتري بيتكوين؟ اكيد لا. ممكن يرتفع شوي؟ نعم ممكن، ولكن كسكالبينج او كمضاربه بفضل انتظر لاستراتيجيات تداول اخرى. عنا بتكمل كنت شرحت لكم بويبينار سابق موضوع اللي نزلناه جديد اللي هو الادفانس تريدينج تول كيت. ادفانس تريدينج تول كيت اللي هو طبعا تداول عبر اللي عم تشوفونه على اليسار اللي هن اذا بدكم شبه اكسبرت ادفايزرز او اذا بدك شبيه ل algorithmic trading اللي هي correlation trader والأمور كلها شرحت عنها ما رح أعيدها. وبالإضافة لهذا الموضوع لما يكون عندك حساب في شركة تكمل وتكبس كبسة زر من منطقة العميل وتحمل هيدي الأمور كلها، رح ينزل عندك كمان أمور أخرى مثل تكمل bar changer، تكمل candle countdown، chart group، donchin، gravity، high low، كاتلنر إلى ما هنالك. الأمور كلها طبعا تكمل ماجنيفاير، ميني تشارت، اوردر هيستوري، بيفوت بوينت الى ما هنالك. راح اعطيك مثل جدا بسيط. خلينا نقول بيفوت بوينت. لما اضغط على البيفوت بوينت اضغط على اطار 30 دقيقه بتلاحظ انه البيفوت بوينت في شركه تكمل منها لحالها على منصه التداول عم تعطيك اشارات شراء وبيع، او اقله عم تعطيك سبورت 1 نقطه دعم رقم 1، نقطه دعم رقم 2، سبورت 3، بيفوت بوينت اللي هي اسمها بي بي بيفوت بوينت اللي هي المنطقه الوسطيه اللي عم بيتداول عليها الرسم البياني، او وين تقريبا النقطه او المستوى اللي عم بعيد امتحان السوق كل ما يبعد عنه، كل ما يبتعد عن هذه المنطقه عم بقرب لها، يبتعد يقرب لها، يبتعد يقرب لها. اوكي، فهيدي البيفوت بوينت المنطقه الوسطيه، السعر الوسطي خلال اليوم. اذا كبرت اطار زمني رح يكون السعر الوسطي خلال الاسبوع، خلال الشهر. فطبعا هيدي احدى استراتيجيات التداول اللي ممكن تكون عم بتسهل لحياتي بطريق شراء اما بيع حتى شورت بوزيشن او الشراء طبعا بالنسبه
هذا البرنامج اللي هو بيفوت بوينت، ريزيستنس 1، ريزيستنس 2، بتحدد تحديد الربح وغيره طبعا من استراتيجيات التداول. بالنسبه لموضوع اخر، اذا بتشوف مثلا على سبيل المثال تكمل جرافيتي، اكيد ماني قادر اشرحها هلا، ولكن تكمل جرافيتي بتعطيك الزخم او المومنتم اللي موجود بالتداولات الحاليه. كم من التداولات الحاليه فيهم زخم؟ كم من الارتفاعات او من الهبوط طبعا يتضمن مومنتم او زخم انت قادر تاخده بعين الاعتبار لتعرف اذا هذا الارتفاع او الهبوط جدي؟ فطبعا هذه احدى التولز كمان ممكن اشرحها بوقت لاحق. بالنسبة للأمور الأخرى اللي ممكن تحصل عليها، اللي هي على سبيل المثال شيء شبيه بالبولينجر باندز، شبيه بالبولينجر باندز اللي هي طبعا ما بعرف إذا سامعين فيها أو بتعرفوها، اللي هي الكارتن. الكارتن اللي هي بتعطيك مثل ما بتشوف هون خطوط. هلأ في أنا طبعا عدلها شوي بالنسبة للكولرز والفيجواليزيشن ويت، خلينا نحطها بهذا الشكل تبين عليكم أكثر. أوكي، ما بعرف اذا مبينه عندكم، مبينه. اوكي هلا بينت اكثر. شفتوا هذه الخطوط اللي هي هيدا الخط الفوقاني والوسط والخط التحت، تقريبا شغاله بنفس الطريقه مثل البولينجر باندز، ولكن لها غير اعدادات، لها غير ارقام. البولينجر باندز طبعا يعني هلا اذا بدخلها للبولينجر باندز بتلاحظوا انه الارقام تبعها هي بيريد 20 ديفيشن 2. اوكي، والليفلز او الديسكريبشنز مختلفه تماما، ولكن هون عندنا 20 10 2. اوكي، اللي هي ارقام شوي مختلفه. يعني هلا اذا بدخل بولينجر بتلاحظوا انه رح تجي بمكان مختلف اعلى شوي مثل ما عم نشوف. اوكي، فطبعا بالنسبه لهذا التحليل بيعطيك تقريبيا كم من المتوقع او كحد اقصى وين المنطقه المتوقعه خلال النهار او خلال ارتفاع معين. طبعا يعني هون الابر براكت اللي هو اذا ارتفع السوق، يعني هون قربنا نوصل لنقطة مقاومة. وطبعا الخط اللي ممكن نواجه صعوبة عليه اللي هو خط الوسط، ان كان بالارتفاع كخط مقاومة او بالهبوط كخط دعم. وطبعا اغلاق على يسار او برات الخط الفوقاني او الابر براكت راح يعطيك اطار ايجابي مثل هيدي المنطقه هون، اللي هي اغلاق شمعه خضراء فوق خط الابر براكت راح يعطيك اطار ايجابي، وهذا طبعا بوزيتيف سيجنال. والعكس صحيح، لما السوق يغلق تحت او مدون اللور براكت اللي هو لما يكون عندك اتجاه عم هابط بالطبع على اطار 4 ساعات ممكن تكون امور اوضح. اوكي، لما يصير في عندي اغلاق تحت ادنى مستوى لللور براكت مثل ما عم تشوفوا هون على اليسار، هلا هون اغلاق شمعه تحت، يعني عطتنا اطار سلبي ونتوقع الهبوط. فطبعا من وراء اي هبوط رح تتوقع انت مرحله افقيه، لذلك ممكن تتداول بسكالبينج بمرحله افقيه والعكس صحيح. اولا حابب اسال مين عنده سؤال عن العملات الرقميه المشفره بشكل عام؟ مين عنده سؤال عن كيفية اختيار المنصة اللي كنت عم بذكرها، انه ليش بدك تتداول مع تكمل مش مع منصة باينانس على سبيل المثال؟ ومين عنده سؤال بالنسبة لاستراتيجية معينة على العملات الرقمية المشفرة قبل ما كفي طبعا بالجلسة او بالمحاضرة للنقاط الاهم اللي بدي اوصل لهم انا هلا انا وياكم؟ حدا عنده اي استفسار؟ بتوقع انه ما حدا عنده اي سؤال بالوقت الحالي، صحيح؟ اوكي تمام، الصورة هون بفتكر اصبت. طيب بالنسبة للكريبتو كارنسيز، في عندك شيء اسمه ماركت كاب، الماركت كابيتاليزيشن. الماركت كابيتاليزيشن كلمة تكون انتم بتعرفوا او سمعتوا بشيء اسمه مايننج. لما نجي نتكلم على الذهب او على المايننج بسعر أونصة الذهب، نحن كتير منيح بنعرف انه طبعا التداولات او المايننج لما كانوا ينزلوا بمناجم ذهب باستراليا ويحفروا بجبل والى ما هنالك يطلع لهم شويه ذهب، يعني خلق سبلاي جديد، يعني خلق طبعا عرض جديد. كيف بنسمع نحن بالكرود اويل انفنتوريز اللي هي بتصدر كل نهار أربعة، كم من مخزون النفط هلا صار عندي، كم نقبوا من طبعا البحر مخزون نفط او نفط جديد. فطبعا المايننج بالبيتكوين او باي عمله رقميه مشفره هي تقريبا نفس الموضوع، يعني كم موجود من البيتكوين، هذا هو المايننج. من دون مايننج ما في وجود للبيتكوين. فطبعا انك انت تدرس هيدي الامور منا جدا سهله، وحتى انا كمان ناقصتني كتير معلومات بالنسبه للعملات الرقميه المشفره، لانه انا من اول يوم ما تبعتهم
عن كثب. ولكن اللي بقدر اقول لك اياه انه كل ما تكون الماركت كابيتاليزيشن اكبر، كل ما يكون عندك احتمال اكبر للتالق ولا الصعود ولا الطلب عليها. اذا بنجي بنطلع ماركت كاب اوف بيتكوين اوف بي تي سي، بنجي بنشوف انه الماركت كاب كانت باكتوبر 2020 255 بليون دولار، اصبحت 364 539. هلا بالوقت الحالي لجانوري 2021، يعني من 5 شهور، اصبحت الماركت كاب رافلي 600 بليون دولار. واو، عندك مجال لحجم تداول جدا ضخم. طيب اذا بدنا نجي نطلع احنا بالريبل ماركت كاب، الريبل ماركت كاب تجي بتطلع انه والله ابتدت ب 2.56 بليون، هلا 3.6، رجعت ارتفعت ل 32 بليون. الى ما هنالك التوتال تبع الماركت كاب، او عفوا الماركت كاب اولموست ما توازي تقريبا بال 40 بليون دولار. تخيلوا 600 بليون دولار للبيتكوين، 40 للاكس ار بي. هذا يعني انه لازم البيتكوين ترتفع اكثر، او فيها ترتفع اكثر بطريقه اخرى، بطريقه او اخرى، بطريقه اذا بدنا نجيها مش ستريت فورورد. نعم، كل ما تكون الماركت كاب تبعها اكبر، كل ما يكون عندها الاحتمال والقدره انه ترتفع اكثر من غيرها. فطبعا هذا الموضوع مهم بكيفية اختيارك العملة الرقمية المشفرة، وطبعا بالماركت كاب. ولكن بدك تعرف شغلة، انه البرسنتج اوف جروث، برسنتج اوف بروفيت، ما هذا طبعا موضوع مهم. شو يعني برسنتج اوف جروث، او برسنتج اوف ارتفاع؟ يعني النسبة المئوية للارتفاع. يعني اذا كان سعر البيتكوين 2000 دولار وارتفعت على 60,000، يعني 60,000 قسمة 2000، منروح منشوف تقريبا النسبة المئوية، أو 2000 على 60 منشوف تقريبا النسبة المئوية. هون كالكوليتر، 2000 قسمة 60,000، يعني عندي ارتفاع إذا بدك بحدود ال صحيح 3000 ضرب 100، 3.3، أوكي تقريبا 3.3 figures، يعني 3.3 figures، يعني ما توازي بالإيكونوميكال جروث، بتوازي تقريبا بحدود 10,000% growth تقريبا. اوكي، مش عم نحكي كنسبه مئويه فقط انه والله ارتفاع اليوم ارتفع 2% او 3%، لا، economic growth. فبالنسبه للريبل على سبيل المثال، او الايثيريوم، اذا ارتفعت من 500 لل 700، النسبه المئويه كمان ممكن تكون بتوازي هذا الحجم. ومش بالضروره انه انت تنتظر الريبل ليصير 100,000 دولار لتقول انه والله انا نجحت بالريبل او باليانت او صرت مليونير. لانه انت ما تنسى، اذا في حال هلا 0.7 الريبل على سبيل المثال، او خلينا نقول الايثيريوم، او خلينا نقول اللايت كوين، اوكي، اذا اللايت كوين عم نشوفها هلا 138 دولار، اذا انت استثمرت على سبيل المثال ب 10,000 دولار، يعني انت اشتريت تقريبا 100 حبه من اللايت كوين. 100 يعني اذا في حال ارتفعت تقريبا 1000 دولار، يعني عملت 100,000 دولار اذا اصبحت بال 1000 دولار. ولكن هذا اللي عم جرب اوصلكم اياه، انه ما تتوقعوا بقى another cycle of impulsive wave بهذه الطريقة الهائلة، وإنما توقعوا أنه ممكن يكون عندك شبه إذا بدك فترة زمنية معينة للدخول بمرحلة أفقية. لذلك الأنسب هو التقلبات أو السكالبينج، المضاربة على البيتكوين أو على العملات الرقمية المشفرة، اللي هي ممكن أنك أنت على سبيل المثال تستعمل فيبوناتشي، ترسم من آخر قاع لآخر قمة، تجي تقول والله ارتد السوق almost 80%، هيدي نقطة ممتازة للشراء، تشتري بيرتفع شوي، تغلو بترجع بتنبش على عملة على كوين تاني. وطبعا هذه التداولات بالنسبة لها هي الأنسب بالوقت الحالي. على سبيل المثال اليوم شفت شيء اسمه ألفا كريبتو برايس بريدكشن. شو ألفا؟ ألفا اللي هي ألفا فاينانس لاب، أوكي، اللي هو طبعا موجود على سواب سبيس أو كتير من الأمور، اللي هي كمان عندها نظرية خاصة فيها، اللي هي ألفا لاب، عندها إذا بدك سامري شو توقعات الشركة، شو أهداف الشركة. فطبعا هون كاتبين سترونج باي، وعم شوف أنه خلال الكريبتوز كمان مشيت بنفس الطريقة almost من الصفر تقريبا لاتنين دولارين ونص، رجعت هبطت لصفر فاصلة 8، اللي هي نحن كتير منيح بنعرف أنه بالموجات أليوت اللي هي السايكلز بتبتدي ABC ABC، أو خلينا نقول بشكل أو آخر ممكن تبتدي بشكل big ABCA ABCB، وبترجع تدخل مرحلة أفقية طويلة الأمد لترجع ترتفع من جديد. وطبعا هذا الموضوع ممكن يكون نفس الشيء مثل سعر أونصة الذهب. سعر أونصة الذهب إذا بتاخد تاريخ سعر أونصة الذهب على إطار أسبوعي أو حتى على إطار شهري، بتعرف أنه الارتفاع تبعه كان ABC ارتفاع وصل إلى منطقة 600 دولار، ما هو موجود عندي هون. خلينا أحاول فرجيكم هون على trading view إذا موجود gold.
معقول نقدر نرجع بالتاريخ كتير لورا لسعر أونصة الذهب؟ خلينا نشوف، خلينا نحط إطار monthly range، نرجع بدي تاريخ لورا 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 على سعر أونصة الذهب. أها شوفوا سعر أونصة الذهب كمان نفس الموضوع، بتلاحظوا انه هيستوريكلي او تاريخيا لسعر اونصه الذهب، لما ابتدت سعر اونصه الذهب ارتفعت اول ويف اللي هي هون A B C A، رجعت هبطت ويف B فتره زمنيه طويله، رجعت ارتفعت من جديد. انا مش عم بقول لك انه ما عندك احتمال لارتفاع البيتكوين او العملات الرقميه المشفره على الامد الطويل، ولكن الفتره الزمنيه كم؟ شو الفتره الزمنيه كم؟ يعني هذا الرسم البياني التابع لسعر أونصة الذهب بتقلي والله يا جزاف بيشبهه، ارتفعنا أول شيء لهيدي المنطقة للبيتكوين، رجع هبطنا كمان مثل سعر أونصة الذهب، جانا ارتفعنا سجلنا قمة رهيبة قوية، وهلأ نحن بموجة الهبوط اللي هلأ عم تحصل. طيب كتير منيح، ولكن موجة الهبوط من سنة 1982 لسعر أونصة الذهب لسنة 2004، يعني تقريبا 20 أو 22 سنة، دخلت بمرحلة أفقية ما قبل بداية ترند جديد صاعد وتسجيل قمم جديدة. طيب إذا في حال أنت بدك تقارن الكريبتو كارنسيز، مش بالضرورة تكون نفس الشيء بالضبط، ولكن إذا بدك تقارن الكريبتو كارنسيز، يعني 100% عم بتقلي أنه أنت بالبيتكوين أو هلأ بالعملات الرقمية المشفرة أنت بهذا الهبوط. خلينا أعمل لكم زوم إن لجوه بركة لتقشعوا أكثر. أوكي أوكي، هذا هو سعر أونصة الذهب، عم بتشوفوا كلكم واضح الرسم البياني؟ ارتفعنا اول شيء اول موجه، هبطنا، رجعنا ارتفعنا ثاني موجه الاندفاعيه الرهيبه اللي اغرت العالم كله، رجع هبط ثلاث موجات اي بي سي اي بي سي، ودخل بمرحله افقيه طويله الامد اللي هي من سنه 1982 لسنه 2003 2004 ما قبل بدايه موجه ارتفاع جديده. اذا في حال بدك تقارن الرسم البياني البيتكوين لسعر اونصه الذهب، نحن وين هلا؟ نحن بالاتجاه الهابط هون، صح ولا لا؟ يعني من هون في هلا يرتفع السوق، يرجع يهبط، يرجع يرتفع، يرجع يهبط، يرجع يرتفع، يرجع يهبط، يدخل بمرحله افقيه 20 سنه ما قبل انطلاقه جديده. لذلك هون انا حابب اقنعك بفكره انه يا اخي حاول تدخل بسكالبينج عليه، حاول تدخل بمضاربه عليه. اذا في حال تتوقع انه البيتكوين هلا ممكن انه يدخل بمرحله طويله الامد تكون افقيه، يعني انت فيك تستفيد من التذبذبات. كل ما تشوف اتجاه عم هابط او هبوط 10 او 15 الف نقطه، فيك تشتري شوي، تنتظر ارتفاعه 1000 2000 نقطه، ترجع تغلق، ترجع تنتظر هبوطه، ترجع تشتري اذا انت بتفضل فقط الشراء. ولكن انت بتعرف انه في شركه بتكمل فيك تفوت كمان ايضا بشورت بوزيشن وتدخل بصفقات بيع وتستفيد مع هبوط البيتكوين او العملات الرقميه المشفره. حدا عنده اي سؤال لهون؟ فطبعا التحليل للسايكلز والجراند سايكلز وموجات اليوت منا عم طبقها بحذافيرها بشكل دقيق على الرسوم البيانيه على اطار اربع ساعات او ساعه، لا، وانما عم بحاول انا اعمل كومباريزن او شوف تقريبا السوبر جراند سايكل قديش الفتره الزمنيه اللي ممكن تدخل فيها، كم من الوقت ممكن انه المرحله الافقيه تطول بالنسبه للعملات الرقميه المشفره، وبما انه وخصوصا انه اغرت العالم كله انه تدخل بشراء، ومعظم العالم او 99% اللي استثمروا بالعملات الرقميه المشفره هن شاريين عملات رقميه مشفره، وما في شيء اسمه فلوس ببلاش وفلوس هيك طبعا هبه، انه والله كل العالم شاريه يلا رح يرتفع هلا الريبل ورح يطير البيتكوين عن جديد، رح يطير الايثيريوم اللايت كوين ودوج كوين السيف مون الى ما هنالك، وكل العالم تربح وتغلو وكل العالم مبسوطه. يا اخي والله بعد ما عملت فلوس من الكريبتو كارنسيز، والله ليش بعد ما دخلت؟ انا دخلت ب $1000 عملتهم 10000، دخلت ب 20 عملتهم ب 40. هذا الكلام سمعته في البدايه كرمال لا يجذبوك لهذا العالم الجديد اللي عم يخلق. عنده ثقة بهذا العالم أنه ممكن to take over، أكيد رح يواجه صعوبة. السنترال بانك والفدرال بانك بأمريكا عنده كتير صعوبة، لأنه مش من مصلحتهم أنه البنوك كلها المركزية والعالمية والكوميرشال بانكس تروح إلى زوال. فطبعا هون في عندك مخاطر. أنا إذا هلأ موجود، إذا أنا هلأ موجود ببيروت، سهل جدا إذا ما على سبيل المثال $200,000، تمام، خلينا لا سمح الله لا سمح الله نعطيك مثل، نقول انه انا والله جوزاف شخص عاطل وانا فلوسي منا من مدخل رسمي، معي هون كاش موجود هلا عندنا ببيروت، موجود اشخاص بيشتغلوا باليو اس دي تي، انا باخذ هالفلوس كاش بروح بعطيها بحط لي اياها يو اس دي تي. انا رحت بالابلكيشن والله سافرت على اي دوله اخرى، على امريكا، على الإمارات، على أي دولة، في أشخاص بيشتغلوا باليو اس دي تي،
انا ممكن احول له USDT على باينانس يعطيني اياهم كاش، او يحول لهم حوله مصرفيه على البنك. ساعتها انا ال 100,000 دولار اللي مصدرها مش معروف من وين، اللي كانت معي في لبنان في بيروت، اصبحت عم تدخل للبنك وحوله مصرفيه من كريبتو بدوله اخرى، او اقله يا اخي نقلتهم كاش، مش رح اقول لك دخلوا البنك. هون من هذا المنطلق صار في مخاوف بالنسبه ل الفدرال ريزيرف، بالنسبه للبنوك المركزيه، بالنسبه للمراقبه، بالنسبه للسيكوريتي اويرنس، بالنسبه للامور كلها. وهذا الشيء اللي كنا سمعنا عنه دونالد ترامب عم بحارب، انه يا اخي باينانس ممكن اولا تاثر على الليكويديتي تبع الدولار الامريكي، ممكن تاثر على موضوع المصداقيه تبع البنوك وتبع الحوالات وتبع الماني لوندرينج وتبع الكومبلاينس والامور كلها. لذلك انا بدي امشي مع الترند، انا كجوزيف ما بدي والله حارب الكل، اجي انا اقول انه لا انا ضد الكريبتو كارنسيز، ما بدي اكون متشبث برايي، ولكن بدي اكون كمان واقع ببعض الاحيان، واجي اقول لك ما تحط كل فلوسك بمكان معين، ممكن انك تجزئهم، حاول انك تختار البروكر المناسب، حاول انك تختار المنصه المناسبه لك، وحاول انك انت تعرف نقطه دخولك وين، واهم شيء تعمل بعض استراتيجيات التداول مثل الاليجيتر اذا لونج تيرم، مثل الستوكاستيك اذا شورت تيرم، مثل الامور اللي موجوده عندنا هون. وطبعا رح اعمل ويبينار اخر عليها لمعرفه نقاط الدخول والخروج، وحاول تتوقع مرحله افقيه بامتياز بالوقت الحالي من هلا لكم سنه لقدام، لانه سوبر جراند سايكل. يمكن تقول جوزيف والله عم بيحكي كلام فاضي، ويمكن تقتنع بهذا الكلام. اذا حدا عنده اي سؤال، لانه انا بالمبدا قربت انه انهي هذه الجلسه، فأي استفسار عن العملات الرقمية المشفرة أنا كتير جاهز أنه ساعدكم فيها، إذا طبعا بعرف وعندي المعلومات. وبالنسبة لي رح كون أكيد عم حدد ويبينار آخر مسجل كرمال نقدر نحن نتعلم أكثر على هول كاستمز الأوسييترز والمؤشرات الموجودين عنا، اللي هي شركة تكمل ضافتهم. اسلام، اهلا وسهلا فيك عدنان، نورتوا الجلسه جميعا، كل الاشخاص اللي موجودين معنا بهذه الجلسه بتمنى تكونوا اقله استفدتوا منها، اكيد رح تكون مسجله ورح تكون طبعا موجوده وابلودد على يوتيوب. فاكيد منه كافي الوقت، منه كافي، في كتير امور نحكي عليها على الكريبتو كارنسيز، في كتير امور فيها نحكي عليها على طريقه التداول، هل يا ترى الانجلفينج باترنز الشموع اليابانيه بتشتغل؟ اذا في حال بدي اخذها بعين الاعتبار، نعم بتشتغل، انا رقبتها، انا رقبت انه من ورا ما يكون عندك اتجاه عام هابط، الشمعه الاحتوائيه والابتلاعيه بتعطيك اتجاه عم صاعد وإشارة انعكاسية مؤقتة ممكن ولكن انعكاسية. فنعم، لأنه عندك حجم تداول ضخم على البيتكوين وعلى العملات الرقمية المشفرة، يعني الشموع اليابانية رح تكون شغالة، الترند لاين شغال، أكيد شغال. ادخل على إطار يومي وأسبوعي على سبيل المثال، أو يومي على البيتكوين، وهلأ أرسم لي ترند لاين من فوق بهذا الشكل، عفوا بهذا الشكل، مش شغال الخط المقاومة؟ أكيد شغال، هيدي نقطة مقاومة واحدة واثنين، وهون كمان واجه صعوبة بثلاثة باختراقها، هيدي النقاط مقاومة وهذا ترند لاين شغال. أكيد فيك تشتغل بالطريق الكلاسيكية المبسطة الطبيعية بالنسبة لها طبعا التداولات على العملات الرقمية المشفرة، ولكن أنا أكيد بفضل بالوقت الحالي بعض الأسييترز السريعين، بعض المؤشرات اللي بتساعدني بنقاط دخول وسريع هيك سريعة، مثل البيفت بوينتس، مثل البيفت نمبر، مثل الشموع اليابانية، إشارات على إطار أصغر شوي، مثل الأوسييترز، مثل البولينجر بانز، إغلاق شمعة تحت الأبر أو اللور براكت تعطينا إشارة فورا سريعة، بدخل كمضاربة كسكالبينج، تريلينج ستوب. طبعا ممكن نستعمل الميني تيرمينال أو التداول للميني تيرمينال اللي علمناكم عليه سابقا، هذا الميني تيرمينال ممكن نستعمله كرمال شيء اسمه تريلينج ستوب. وبالعملات الرقمية المشفرة جدا مهمة انك تعمل شيء اسمه تريلينج ستوب. تريلينج ستوب هو انه لما تمشي الصفقة معك راح وقف الخسارة يصير يتعدل فورا لحاله، خوفا من اي اشارة انعكاسية سريعة ممكن تحصل. تريلينج ستوب ما انا موجودة على اي منصة تداول، او ولا موجودة حتى على باينانس. انت بتشتري، يا اما بدك تشتري وبينزل وبينزلوا لك فلوسك، يا اخي اوكي ما عندك مارجن كول، ما عندك كذا، ما في ليفرج، تمام بتكمل، ما في عندك ليفرج، ممكن تتداول واحد على واحد او واحد على اثنين، اللي هي شيء جدا بسيط، لان انت بدك تحط نصف المبلغ او نصف حق البيتكوين، تمام؟ اذا بدك تتداول بوحده بيتكوين، حبه بيتكوين، اذا حقها 38,000 دولار راح تكون عم تدفع حقها 15 و4 يعني 19,000 دولار.
يعني كمان ما راح تخسر فلوسك بطريقة سهلة لا سمح الله. نفس الطريقة without leverage، وعم تشتغل بطريقة جدا آمنة، بس الفرق انه انت عم تدفع بعض التشارجز والرسوم اللي هي طبعا اذا في حال بدك تنام على المراكز لفترة طويلة. لذلك التريلينج ستوب جدا مهم، وخاصة اذا مشي السوق معك بارباح بتصير تمشي التريلينج ستوب معك، هيك بتصير تعمل لوك او حجز للارباح. نهاركم سعيد وشكرا لمتابعتكم لهذه الجلسة طبعا، وتابعونا بجلسات كثيرة لقدام. جزاف ظهري من شركة تكمل، إلى اللقاء.